بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة معانا فكرة مشروع تقريبا كده ما بتعديش ال 5000 جنيه، مشروع مربح، مشروع تقدر تعمله في البيت من غير ما تتكلف مكان كبير ولا مكان واسع ولا تبدأ بفلوس كتيرة ولا تروح تدور على قرض ولا الكلام ده. النهاردة هنتكلم على فكرة مشروع مع الأستاذ أحمد الجبالي، هيفهمنا الفكرة جات له منين ووصل لغاية فين وإيه مشاريعه المستقبلية إن شاء الله. أستاذ أحمد الجبالي أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. والله أنا فرحان جدا إن أنا النهاردة يعني بصور مع حضرتك، أنت شاب من الشباب المكافح، ولما حكيت لي القصة بدأت معاك إزاي أنا حبيت أعرفها للناس وأعرفهم إن إحنا عندنا ناس بتفكر وبتنتج وإن دور الأم بيستمر حتى لو هي مش موجودة عليها رحمة الله. حابين نعرف الناس فكرة المشروع عبارة عن إيه؟ والله يا احمد، هي فكره المشروع جات لي كنت بشوف المرحوم عليه رحمه الله بتفرخ كتاكيت وروم ومواظبات والكلام ده، فكان كنت بشوف الطريقه المبدئيه بتاعت الفلاحين بقى وبتاعت الناس القديمه، تمام، بشوفهم بيعملوها، فقررت ان انا اطور منها. بداتها ب كرتونه، هي فكره عجبتني لان انا غاوي التربيه اساسا. تمام، يعني انت حابب المجال ده، حابب المجال، ارواح انت مسؤول عنها. فحبيت اطور لان انا مش هعرف اعمل زي المرحوم الله يرحمه، اللي اجيب الله حاجه واستناها لما تبقى هي عايزه تفرخ والكلام ده واجيب جوه. لا يعني انا عايز اعمل حاجه التطور الطبيعي، انت بتساعد الطائر ان هو ينتج تمام. بسرعه. تمام. جبت كرتونه وقفلتها بمواصفات معينه ووصلتها ان تبقى فيها درجه حراره معينه، وفضلت ابحث في الموضوع لغايه لما عرفت الدنيا بتمشي ازاي ونفذتها، والحمد لله نجحت معايا، وبعد كده طورت مشروع عملتها بحاجه اكبر. طيب هل ليها مواصفات خاصه؟ يعني انت جبت كرتون، هل عملت لها جو معين علشان تخليها تبدا تنتج؟ طبعا بتبقى ثابته على درجه حراره معينه، تمام، درجه الحراره السخونه بنظبطها على درجة حرارة معينة، دي حاجة. الحاجة التانية نسبة الرطوبة لازم تبقى بدرجة معينة، تمام، توزيع الهواء، بس ده اللي محتاجه. طيب سبحان الله، وعمل هو ربنا سبحانه وتعالى عمل الحاجة دي، احنا بنعمل كذا حاجة عشان نعملها، ربنا أمرها كن فيكون. صح، يعني انت قصدك ان انت يعني بتهيئ الجو زي الطائر، زي ما يكون جوه الطائر مثلا او زي ما الطائر بيعمله، بس على فترة طويلة انت بتساعد ان هو يبقى ايه الانتاج فترة قليلة. طيب نتكلم في حتة الانتاج. احنا كده خلاص اكدنا للناس اللي بيتابعونا ان الموضوع عبارة عن مفرخة فراخ، او اللي هي زي ما بيسموها الفقاسة، اللي هو بنجيب بيها البيض ونحطه فترة معينة. استاذ احمد دلوقتي هيقول لنا الفترات دي قد ايه وبتطلع الانتاج منها. طيب استاذ احمد، الفترة قد ايه؟ يعني بتختلف من طائر للتاني ولا كلهم زي بعض؟ لا بتختلف طبعا، انا عندي السمان بياخد 15 يوم. طب فكرة ممتازة، انت مفرخ عندك سمان. مفرخ. طب بسم الله ما شاء الله، بتفرخ ايه تاني غير السمان؟ يعني السمان ده حاجة جديدة انا اول مرة اسمعها. كتاكيت. تمام. بلدي، المشروع اللي بحاول انفذه الفترة الجاية ان انا اكبره هتبقى كتاكيت بيضة، اللي هي الفراخ البيضة. الفراخ البيضة. تمام. بس دي البيض بتاعها بيجي من الشركات في القاهرة، الشركة بتيجي، فلما يبقى كذا واحد عامل نفس المشروع العربية تقدر هتجيلنا فيها 10,000 بيضة، انما انا عشان اقدر على 10,000 بيضة لا، لكن لما اخد انا 3 وحضرتك تاخد 3 واستاذ تاني ياخد 3 عاملين نفس المشروع، هنشيل العربية مع بعض وهنضمن انتاج وهنضمن. طيب مشروع. خلينا نتكلم في النقطة دي قبل ما ننتقل منها. انت بتدعو الشباب ان هم يعملوا نفس المنتج اللي عندك ده تاني او ان هم يقلدوه؟ هو انا بشوف ناس بتحتكر الموضوع، يعني في ناس يقول لك لا انا عملت المشروع ده محدش يعمله زيي. لا، هو المشروع جميل جدا، فانا مش لمؤاخذه المشاركه حلوه بالظبط، فانا مش هقدر ان انا اجيب عربيه، انا كشاب مش هقدر ان انا اجيب عربيه فيها 10,000 بيضه بالظبط، فلما تبقى عند حضرتك وعند واحد تاني وعند واحد تاني هنقدر مع بعضنا نجيبها بالظبط. هو هياكل عيش وده هياكل عيش وكله هيستفاد من الموضوع. خلينا ناكد للناس ان المشروع بيتكلف تقريبا 5000 جنيه او 6000 او اقل جنيه. كمان او اقل. طيب الاستاذ احمد الجبالي بياكد ان المشروع بيتكلف 5000 جنيه 6000 جنيه بكل الحاجات اللي انت عايزها، يعني كل الامكانيات اللي انت محتاجها عشان تعمل المشروع ده حوالي 5000 جنيه 6000 جنيه، وممكن كمان
الاستاذ احمد الجبالي بيقول ان هو بدا بكرتونه، وفر الجو نسبه الرطوبه ودرجه الحراره المعينه صح كده الزمن في كرتونه، بدا مشروع عشان يجرب عشان ما يخسرش فلوسه في كرتونه. وبعد كده انتقلت لايه يا استاذ احمد؟ يعني بعد الكرتونه دخلت على ايه؟ لما المشروع نجح معايا في الكرتونه والدتي فرحت معايا عليها رحمه الله، فقالت لي انا عندي ثلاجه ممكن تاخدها ملهاش لازمه عندي. تمام. فجت لي الفكره من هنا وحطيت عليها بدايه الموضوع، وجبت الثلاجه وبدلت اشتغل فيها، طلعتها على كمرحله تجريبيه ان انا ابدا بيها اشوفها برضو انت بالكرتونه الثلاجه بالظبط لازم هتجرب بيها الاول، فعملتها بمرحله صيغه مبدئيه. تمام. ونفذتها والحمد لله فرغت بيها. بسم الله. فرغت بيها روم، فرغت بيها سمان، فرغت بيها كتاكيت، وان شاء الله المرحله الجايه البط والوز باذن الله. اخواننا اللي عايز ينتج والله بيدور على افكار وبيطلع افكار من لا شيء. استاذ احمد بص على والدته اللي هي ورثه فكره التربيه من والدتها عليهم رحمه الله، وطور الفكره دلوقتي بما يتلائم. يعني احنا النهارده بندور على الفايده وعلى ازاي تزود مناعتك. استاذ احمد كان بيكلمني من شويه على الفوائد بيض السمان، حاجه بسم الله ما شاء الله، في فايده وقيمه غذائيه كبيره جدا في الفتره اللي احنا بنعدي فيها دلوقتي. انت محتاج كده، محتاج تطلع مشروعك الخاص عشان تقدر تنفق على اولادك او تعرف تلاقي دخل شهري ثابت ليك. تمام. انت واسرتك وانت الناس اللي بتصرف عليهم. عايز اتكلم عن وقت التفريخ. حضرتك قلت لي انه بيختلف من طائر للتاني. تمام. يعني الفراخ مثلا بتقعد قد ايه عشان تتفرخ؟ الفراخ بتاخد 21 يوم. ده 21 يوم؟ 21 يوم بتطول بتزيد يوم. يعني 22 بالكتير. بالكتير خالص. بتطلع اول انتاج من ساعة ما بتحط البيضة في المفرخة بتاعتها. تمام. لغاية اما تستلم اول كتكوت. لغاية اما تستلم اول كتكوت. طيب. الرومي بقى. الرومي بياخد، الرومي والبط والوز بياخد 28 يوم. الوز ممكن يزيد 3 ايام تاني. تمام. السمان بقى بياخد قد ايه؟ 15 يوم. يعني اسهل حاجه اللي هو السمان. السمان سريع جدا لان القشره بتاعت البيضه بتاعته رقيقه جدا. اه مش سميكه. مش سميكه. مشروع هايل، وده اللي شجعني ان انا اجي النهارده اصور معاكم عشان نفيد الناس، عشان نقول للناس ان في والله ناس عندها افكار بتلحق في الصخر حقيقي، يعني عشان تلاقي لقمه رزق حلال. ربنا يخلينا نحبكم يا رب ونكتر من ابصاركم. تسلم يا حبيبي. هنا يا اخوانا اهو احنا كده جوه المفرخه نفسها اللي هي عباره عن ثلاجه اهي، عامل فيها قطع بالطول، ثلاجه موجوده اهو، كاتب وقت الوقت اللي هو حط فيه البيض جوه المفرخه اهي، وكاتب النوع، الراجل بيكتب التاريخ والنوع زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله في انتاج طالع اهو، في انتاج طالع. اه بسم الله ما شاء الله جديد. الانتاج ده بتاريخ 12/11 تاريخ 12/11. بسم الله ما شاء الله. طبعا استاذ احمد جبالي احنا بنهنيك طبعا ان بدات تطلع انتاج، وزي ما قلت لي ان في سمان موجود ان شاء الله هنطلع نصوره برضو ان شاء الله. طيب اشرح لي الفكره من جوه. يعني الفكره حضرتك هنا دي مروحه لتوزيع الهواء. تمام. من فوق لتحت الهواء ده بتستمده من الحراره اللي جايه من اللومات دي. تمام. علشان اعمل الرطوبه في مروحتين ورا كل قدام لمبه في مروحه. تمام. المروحه دي بتسحب هواء من بره بتخبط في اللمبه بتخبط في الميه بتعمل نسبه رطوبه. حلو. الميه دي بتنقص على طول، فانا عامل لها خزان ميه بماتور رافع. حلو جدا. خزان ميه بماتور رافع علشان خاطر ده المفروض ما بيتفتحش كتير، اللي دي معموله على اساس انها احتباس حراري، ده المفروض ما بيتفتحش كتير، بس ما فيش اي مشكله طبعا لو اتفتح، بس مش كتير. هنا انا عامل مفتاح لهنا ان العلب دي لما بتفضى برفعها من هنا. تمام. المفتاح بيرفع الخطوط، يعني بيجيب ميه. يعني حاطط وحده رفع تحت موجوده في الصندوق. هو زحمه فوق. بتملى فوق. طبعا احنا شايفين بس عشان الاضاءه موجوده في الكاميرا، لكن الموضوع بجد جميل، الموضوع مش مكلف ومربح باذن الله. طيب تتوقع استاذ احمد الانتاج مثلا في الدوره الواحده يوصل لغايه كام؟ في البيض البلدي طبعا انت ما فيش بيض بلدي في
في البلد عندنا هنا هيتعدى نسبة 70-80%. تمام. ده الأساس. كده لما اتكلمت في الأول وقلت إن إحنا لما نبقى كذا واحد ونجيب عربية فيها بيت، البيت ده بيبقى جاي جاهز للتفريخ. بالظبط. فأنا لما هاجي هحط هنا، أنا عندي الرف ده بيشيل 25. تمام. ممكن أخليها تشيل لغاية 700 بيضة. بسم الله ما شاء الله. كلها كده. الرف ده بيشيل 25. انا لما هجيب ال 25 من الشركه دي، انا بحط البيضه، عارف ان هي هتنتج معايا، عارف ان البيضه دي حطيت 25 هنا، عارف ان هيطلع معايا 25 هنا، بتبقى نسبه الفشل في البيض ما تعداش ال 2%. تمام. يعني 25 بيضه ممكن مثلا يطلع منهم 2 واحده مثلا بالكتير، بالكتير، لكن الباقي كله باذن الله ان شاء الله يبقى. لكن البيض البلدي هنا ما يتعداش ال 70-80% ايا كان بيض بلدي. تتوقع لو حد عمل زي حضرتك المشروع ده يقدر يكسب قد ايه في الدوره الواحده؟ يعني مثلا نقول على اكبر دوره 28 يوم مثلا. الدوره الواحده اللي هي في بيض الروم بيتباع ب مبلغ، بيتباع الجوز بيتساب بيتحسن بياخد ال 10 ايام، بيتباع الجوز تقريبا بكام؟ تقريبا مش عارف 80 90 جنيه تقريبا في الحدود دي. تمام. الفراخ البلدي بتتباع عمره 10 ايام ب 10 جنيه. طيب حضرتك بتشرف على تحصينها بقى بعد ما بتطلع من هنا؟ طبعا. انت اللي بتحصن؟ طبعا. دكتور بيجي بيديني العلاج المخصوص ليهم في السن بتاعهم ان هم ياخدوه تحصين مبدئي بس. لان انت بتبيع على طول، انت مش بتربي عندك، يعني انت بتفرخ بس وبتبيع. تمام. تظبط عليه درجة الحرارة، موجود ترمومتر بتظبط عليه درجة الحرارة، درجة الحرارة بتراقبها من بره. تمام. ترمومتر اهو ده. انت اللي مشتريه من بره مش هو بتاع التلاجة؟ لا ده مشتريه انا من بره. بتشتري ترمومتر. تمام. هنا البيض المفروض بياخد اول ما بيتحط 3 ايام ما بيتقلبش. حلو. 3 ايام انا بحط البيض نازل رف كده اهو، برص البيض ما بيتقلبش. ليه انا سايب مسافه زي دي؟ تمام. عشان اوفر على نفسي في التقليب، ان انا افضل اقلب كل بيضه. لا لو لاحظت انا لو شديت الرف اللي فوق لبره، البيض مش مكتوب عليه حاجه قدام حضرتك اهو، بيتقلب. بس اخوانا برضك في طريقه اللي هو الميكانيزم بتاعه الشغل، ان انت لما بتسحب الدرج لبره كده بيقلب البيض معاك، مش بتقعد تقلب بيضه بيضه عشان يوفر عليك الوقت ويوفر فتحه الباب او المفرخه على الحاجات اللي موجوده جوه. برضه نفس الوضع بيتقلب. طب انت ليه يا احمد مشيلش الفراخ اللي هي طلعت؟ في النموذج الكبير اللي ناوي اعمله ان شاء الله، علشان لو حد بيفكر يعمل المشروع وبيبصص ان هو سفر وبعيد ممكن بياخد بالتلات ايام او باليومين مش في البيت، انا هخليك تشوف المفرخه بتاعتك وتشوف الانتاج بتاعك وتقلبه وانت في اي محافظه. يعني انت دي لو الخطه اللي المكان ده في البيت هنا اهو، ومسافر لاي محافظه او مسافر اي مكان او مش موجود في البيت، مش هخليك تشيل همها، هخليك تراقبها وانت بره وتقلب البيت وانت بره. يعني دي الخطه الجايه بتاعت حضرتك، ان انت هتعمل نظام التقليب ده الكتروني، التقليب بالمراقبه بره. بكله الكتروني، برن التليفون. اخوانا بنقول لكم التليفون على هيوصل شريحه على المفرخه، هتوصل فيها شريحه موبايل. تمام. اعمل لها بورده هتوصل فيها شريحه موبايل، هتقلب الكتروني وانت في اي مكان، وهتراقب ده بكاميرا مراقبه هنا اهو. استاذ احمد الجبالي، طبعا انا بحييك على الافكار الجميله اللي انت بتعملها. انت بتبهرنا، انت كل فتره بتقول لي حاجه بتبهرني بيها، ان انت بدات من كرتونه ودلوقتي عندك ثلاجه بتطلع منها فراخ، بتطلع منها ديك رومي بسم الله ما شاء الله، ان انت موفر لهم الجو الاتموسفير اللي حواليهم ده كله، الرطوبه، الحراره، ان حضرتك مهتم بكل تفصيله حتى التحصين، عارف الاسعار، عارف اوقات التفريخ. ده شيء مهم، يعني الواحد اللي عايز يعمل مشروع لازم يبقى مهم، يعني ملم بكل شيء فيه. انا طبعا بشكرك جدا، وكنت سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وباذن الله لما تطلع الديكو الرومي احنا هنيجي نصور ان شاء الله باذن الله خلال 6 ايام باذن الله يا اخوانا ان شاء الله. هيكون الروم طالع، هو الروم زيه زي الكتاكيت بس بيبقى اكبر شويه. تمام. ان شاء الله هنيجي للاستاذ احمد الجبالي بعد 6 ايام او 7 ايام بالكتير، هنتفرج على ديوك الروم وهي طالعه والانتاج طالع باذن الله. استاذ احمد انا اشكرك جدا وسعيد جدا ان كنت معاك النهارده. انا اللي كنت سعيد مع حضرتك.